بيناتنا 10 ايام استاذ عدي، احنا بيناتنا 10 ايام. انا يعني اقول لك عدينا طلعني يوم 16 17 8 9 يعني على مود نحكي على هاي النقطه. يعني احنا في 16 احنا راح نشوف حين تتعرض امريكا، تتعرض ايران الى غزو بري امريكي بالمستوى اللي احنا نعرفه، تعرف الحروب هاي تقدمت يعني الان وصلنا الى مستويات عاليه، يعني هناك قوات خاصه جاهزه تدخل على اي مكان تريده في اي مكان في العالم. اليوم استخدام القوه المسلحه موجود حسب القرار 2722 اللي صدر اعتقد قبل حوالي 3 4 5 اشهر، ممكن ان تدخل هذه القوات على اي مكان بالعالم بالاقاليم الجيوسياسيه 7، فكيف لا تدخل في ايران؟ احنا ايران تنتظر غزو بري امريكي كما صار بافغانستان والعراق. اليوم ايران هي مركز الارهاب العالمي. هسه انا مو اقول العراق مركز الارهاب العالمي والمكب ما النفايات و69 مدري 70 فصيل بلاس، ايران هي 69 بلاس او 70 بلاس او 100 بلاس، كل الميليشيات الموجوده في العالم موجوده بايران. من يفرق خشم هذه الميليشيات وين هي؟ هي الولايات المتحده الامريكيه والمحور الامني الامريكي الاسرائيلي. قولوا يا مجموعة السبعة داخل في عمق 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 إيران. ولذلك أنا أنتظر، سيقتلون خامنئي كما قتلوا نصر الله، وسيقتلون حسين سلامي كما قتلوا هاشم صفي الدين، وسيقتلون البقية الباقية بالطرق الأخرى. فلذلك إيران تتعرض يعني تنتظر مثل هذا، لكن نحن نقول الآن أن إيران تنتظر ضربة إسرائيلية قاتلة لقادة النظام ولقادة الحرس الثوري، وراح يشوفون قائد النظام وقائد الحرس الثوري عندما يضربون كيف سينتفض الناس.